السينما البديلة عنوان للأمسية التي أقامها ملتقى جيكور الثقافي بحضور عدد من المثقفين، عرضت من خلالها 3 أفلام أجنبية قصيرة حائزة على جوائز عالمية. الفيلم الأول اللي هو باسم حذائي هو على عالم الطفولة، عن طفل في حديقة، هذا يمثل عالم البؤس والفقر، مقابل طفل آخر يمثل عالم الثراء. والفيلم الثاني هو عبارة أيضا عن هذه فكرة أخرى، أنا والسمكة لرجل ضرير. والفيلم الثالث اللي هو الحب البسيط، يمثل عالم الحب وبساطته بالعوائل المحترمة أو العوائل اللي تعيش حالة اجتماعية بسيطة. طبعا الهدف من عنده هو أنه هذه الأفلام مركزة وكثيفة، ولكن توصل فكرة متكاملة وبذكاء ودقة، ووقتها محدود، يعني ما يتجاوز 4 دقائق أو ربما حتى ثواني، لكن تعطيك فكرة متكاملة في عالم السينما بالجانب الاجتماعي، بالجانب النفسي، بالجانب الثقافي، تحصل على فثيمة متكاملة من خلال هذا الفيلم. بدأ هذا النوع من الأعمال السينمائية بالظهور منذ 60 من القرن الماضي، ويقوم الفيلم القصير على موضوع إنساني أو عاطفي مركز. السينما البديلة هي عبارة عن مقطع يختزل فكرة كل كبيرة أو يختزل حكمة يوصلها للمتلقي بأقل يعني بأقل وقت. من الطبيعي هاي الأفلام القصيرة اللي تحشي أفكار وتنقل، طبعا يتمتع دائما يكون المخرج مالها أو صاحب الفكرة بالذكاء. نفس الوقت هيك مبادرات تكون بالعالم الداعم إلها هي دائما منظمات المجتمع المدني، المنظمات الرصينة طبعا. مثل هكذا محاضرات بحاجة إليها المثقف العراقي أو الفرد العراقي أو أي فرد كان من يكون، لأننا بحاجة إلى وعي ثقافي عام يشمل السينما، يشمل الأدب، يشمل الرياضة، يشمل كل شيء. وتصور تلك الأفلام الثلاثة جوانب مختلفة من الحياة، وتلخص عبرا مهمة بدقائق محدودة مختصرة تكاليف الأعمال السينمائية العالمية. مشتاق فالح، العراقية، البصرة.